وصلنا معكم إلى المحطة الثالثة في هذه النشرة وأحوال الطقس ودرجات الحرارة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة، شكرا مصطفى، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة جنوبا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 19، الصغرى 13، إسكندرية 19-13، مطروح 19-12، بورسعيد 19-13، الإسماعيلية 20-11، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 19-12، العريش 19-10، طابة 19-12، شرم الشيخ 22-14، الغردقة 22-14، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 21-10، أسوان 22-11، الوادي الجديد 22-6، شلاتين 24-16، حلايب 21-15، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.